بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية ناصر للتنس الأرضي تحييكم. إحنا عايزين نتكلم عن عناصر اللياقة البدنية. اللياقة البدنية لدى لاعب التنس لابد أن تكون مربوطة بعدة عناصر، منها السرعة، القوة، الرشاقة، المرونة، التحمل، التوازن، التوافق. هذه كل العناصر مع لياقة اللاعب داخل الملعب بتجعل منه ان يكون اللياقه البدنيه هي مستوى الحاله البدنيه التي يعتمد عليها الرياضي في مكونات اللياقه البدنيه الخاصه بالتنس الارضي، والتي يتم قياسها باجهزه القياس والاختبارات العلميه ومقارنتها بالمستوى الامثل لدى اللاعب، لان القوه العضليه هي المقدره على استخدام ومواجهه المقاومات المختلفه او بالنسبه للندره العضليه. اذا اللاعب بمعنى صحيح ان هو يستفيد من لعبه التنس بالسرعه، بلياقه، بالقوه، بالرشاقه، بالمرونه، بالتحمل، بالتوافق، وخاصه التوافق العضلي والتوازن. اذا على لاعب التنس ان يكون ذات لياقه قويه، وممكن كل هذه العناصر تكتسب في الجري، يكتسب في الجري من السرعه، يكتسب من القوه، يكتسب من الرشاقه، يكتسب من قبل التمرين. داخل التمرين المهارات كلها بقى، مهارات التنس بتاعتنا من فور وباك وفور فور فوليو وباك فوليو وسماش وبالنسبه للسيرف، كل هذه المهارات داخل الملعب بتعطي اللاعب السرعه، بتعطي القوه، بتعطي الرشاقه، بتعطي المرونه، بتعطي التحمل، بتعطي التوازن، بتعطي التوافق. اذا هذه كل دي مجموعه عناصر اللياقه البدنيه لدى لاعب التنس. اذا لو داخل الملعب يتتوفر فيه جميع هذه العناصر اللي هي زي ما قلنا، تاني نعيدها تاني، وهي مهمه جدا ويجب لاعب التنس يحفظها قبل ويركز عليها داخل الملعب عشان يستفيد منها، اللي هي عباره عن ايه هذه اللياقه البدنيه لدى لاعب التنس؟ السرعه، القوه، الرشاقه، المرونه، التحمل، التوازن، التوافق. كل ده بيجي منين؟ من خلال المهارات التي تؤدى. المهارات عباره عن الفور هاند، باك هاند، فور هاند، فولي، باك هاند، فولي، عباره عن سماتش، عباره عن السيرف. هذه المهارات كلها بتعطي اللاعب اللياقه البدنيه الصحيحه داخل الملعب. شكرا والى اللقاء في فيديو اخر.